حقيقة سرني كثير اليوم حجم الصراحة والمكاشفة والشفافية التي أبداها الإخوان في الجمارك السعودية. أنا كوني أحد الإعلاميين السعوديين اللي تم دعوتهم اليوم بإذن الواحد الأحد سوف نسعى لأخذ المعلومة من مصدرها الحقيقي وهو الجمارك السعودية. نحن هنا اليوم في الملتقى الإعلامي لعام 2020 الحقيقة نحتفي يعني مع بعض في الإدارة العامة للتسويق وتجربة العملاء في الشراكة الاستراتيجية بيننا وبين جميع الزملاء الإعلاميين والجهات الإعلامية بشكل عام.